تانيا ورانيا توينز، ما بيتفقوا على شيء. وقت السفر رانيا بتاخد الكارت وتانيا بتاخد كاش وبيضلن يتشارعوا. أنا بوب ورح خبركن مين منهم أشطر من التاني. الكارت خفيف وصغير، يعني أقل بكة. في فرق بينه وبين مبلغ من الأوراق النقدية. تانيا من السهل إنه تنسرق ويروح عليها المبلغ، بينما إذا انسرقت رانيا فيها تلغي الكارت بمجرد الاتصال بالبنك. تانيا بتخلي أغلبية المصاري بخزنة الأوتيل وما بتحمل معها إلا المبلغ اللي بحاجته. بينما المشكلة الأساسية اللي بتواجه رانيا إنه الكارت تبعها معرض للغش الاحتيال، ومن السهل على التجار سرقة المعلومات الشخصية عنه. إذا لاحظت أي حركة بتصير الشك بحسابها لازم بسرعة تخبر البنك. تانيا ما بتدفع رسوم تحويل العملة أو الفوائد، أما رانيا فدايماً مضطرة تتأكد من شروط التداول بالعملات الأجنبية لتعرف الرسوم الإضافية المفروضة عليها بس تصرف مصاري أو تسحبها من الاي تي ام. لما تسافر على أوروبا تاخد معها بطاقة اليورو كارد لتوفر على حالها، ولتتفادى الرسوم تتأكد أنه الرمز الموجود على أسفل يمين بطاقتها هو ذاته على الآلة. لما يسافروا على مدينة أو ضيعة بمناطق وبلدان صعب يتلاقى فيهم أجهزة اي تي ام، رانيا دايماً بتضطر تتدين مصاري من تانيا. باختصار القصة ما فيها ربحان وخسران، كل شيء له الاستعمال تبعه. كارت للدفعات الكبيرة مثل الشوبينج، والكاش للدفعات الصغيرة مثل الأكل أو فنجان القهوة.